جزاكم الله خيرا. هذا السائل من باء الحربي القصيم يقول: ما صفة التلبية إذا كان الشخص قارنا، وإذا قدم الحج على العمرة هل في هذا شيء؟ وهل الأفضل أن يقول لبيك حجا وعمرة أم عمرة وحجا؟ لا بأس بذلك، كلا الصيغتين لا بأس به. إذا كان قارنا إنه يقول لبيك عمرة وحجا، وإن قال ربيك اللهم حجا وعمرة فلا بأس بذلك. نعم. أما إذا كان متمتعا فإنه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا فإنه يقول لبيك اللهم حجا. نعم.